بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معنا نايت أند داي أقراص، العلاج السريع لأعراض البرد والأنفلونزا. ويحتوي هذا المنتج على نوعين من الأقراص، قرص أبيض ممتد مفعول صباحا وقرص أصفر مساء. فيعمل القرص الأبيض بالنهار كمسكن للآلام وخافض الحرارة وتخفيف الحمى، ويعالج احتقان الأنف الناتج عن نزلات البرد والأنفلونزا. ويعمل القرص الأصفر على تقليل المخاط أثناء نزلات البرد ويساعد على النوم. الجرعة قرص واحد أبيض بالنهار وقرص أصفر قبل النوم مباشرة. العبوة 10 أقراص، سعر العبوة 12 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.